حنا بخير وديرة العز في خير، دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا في. إذن للزملاء على التعليق، وهنا مراسم التتويج حيث يتوج سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني الفائزين بأشواط رموز الإنتاج، حيث التتويج لحمد بن محمد بن طالب بن عقيل بمناسبة فوز منصورة بالشلفة الفضية في شوط الثنايا البكار الإنتاج. تهانينا للوالد محمد بن طالب بن عقيل. هنا أنجال السيد محمد بن راشد بن رومي الدوسري يستلمون الخنجر الفضي وهو ثاني رموز مهيض في هذا الموسم. تهانينا والناموس. هنا فهد بن محمد بن راشد الدوسري يرفع الخنجر عاليا بعد هذا التتويج من سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية. الأنيق ناصر بن عبد الله المسرد والمضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي ومبارك الوهيبي في تتويج لخود صاحبة الشلفة الفضية في شوط الثنايا البكار المفتوح. تهانينا لناصر بن عبد الله المسند على فوز خود بشلفة الثنايا البكار المفتوح. وهنا تتويج آخر للأنيق مع الخنجر الفضي لعلقم في شوط الثنايا القعدان المفتوح. رمزيني للأنيق من خلالي وعبر بوابتي خود وعلقم. تهانينا والناموس لداعم الشعار ناصر بن عبد الله المسند، والتهنية للبروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي الذي يرفع الرمزين عاليا. هنا مبارك الوهيبي أيضا واحد أعضاء الفريق الفني في عزبة المسند، نقول ألف ألف مبروك للمسند على انتزاعه للرمز الثامن في هذا الموسم. هنا يتقدم طالب بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفران المري الذين قدموا عنفوان، حيث حضرت بعنفوانها الكبير لتنتزع الشلفة الفضية. تهانينا لابو عبد الهادي على فوز عنفوان، ونسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لوالدك الكريم عبد الهادي بن طالب بن هليل المري. إذن عنفوان تنتزع بشعار مزون الشلفة الفضية في شوط الثنايا البكار العمانيات. ألف ألف مبروك لابن هليل الوسيل، شعار اللورد يأتي ويحضر ويحكم السيطرة المطلقة على الرموز. هنا سعيد بن عبد الله بن سعيد العيدة يتقدم للسلام على سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني ويستلم رمز الوسيل. تهانينا للورد عبد الله بن سعيد العيدة، وها هو سعيد بن عبد الله العيدة يرفع الخنجر عاليا محتفلا بهذا الانتصار الكبير الذي جاء مع الوسيل الذي انتزع بعد هذه المنافسة رمز